هنروح لرسوم تراخيص المحلات، قانون رسوم تراخيص المحلات واللي نشر في الجريدة الرسمية، بحد أدنى إيه وبحد أقصى إيه وعلى حسب إيه بيتحدد رسوم التراخيص؟ حسب الموقع، حسب المساحة، من متر ال 15 متر ولغاية 91 متر لغاية أكتر من كده، الرسوم بتبتدي من 1000 جنيه ده حد أدنى لغاية 100000 جنيه حد أقصى. النجوع، القرى، المحافظات، الأماكن التجارية، على حسب موقع المحل ومساحته بتتحدد الرخصة من 1000 جنيه لغاية 100000 جنيه. ممكن اضيف حته هنا بس عايز اقولها، انا بس عايز اقول يعني الكلام اللي بتقال على المحال العامه ده، ارجوكم يعني المهتمين في البلد ويتاخد محل اهتمام كبير جدا اكتر من كده. انا صيغه القانون مش بتقول ان اي حد عايز يفتح محل لازم يجيب موافقه امنيه، يعني ايه واحد يعني امبارح بنقرا واحد عايز يفتح حلاق يجيب موافقه امنيه ليه ان شاء الله؟ واحد عايز يفتح محل جزم يجيب موافقه امنيه ليه حضرتك؟ واحد عايز يفتح سوبر ماركت يبيع جبنه ولبن وزبادي يجيب موافقه امنيه ليه حضرتك؟ هو الجبنه والزبادي هيعملوا مشاكل في ايه طيب؟ يعني لما تقول لي مثلا حاجه هتضر البيئه، حاجه ممكن تسبب مشاكل، محلات سلاح، ما اعرفش ايه بتاع، انا معاك طبعا لازم موافقه امنيه على ده، بس يعني ايه كله يجيب موافقه امنيه؟ موافقه انا عايز اكل عيش اجيب موافقه امنيه انا ليه؟ واقعد شهرين اجيب موافقه امنيه ليه حضرتك؟ يعني ليه حضرتك حاطط لي في اللائحه ان انا اجيب موافقه امنيه؟ القانون ما فيهوش كده على فكره، يعني القانون لو حضراتكم قريتوا نص القانون ما فيهوش حكايه الموافقه الامنيه دي على محل البيض والجبنه وعلى محل الجزماتي وعلى محل اللي ما اعرفش واحد عايز يفتح حلاق ولا عايز يفتح كوافي، ليه حضرتك؟ يعني ليه موافقه امنيه؟ ارجوكم نسهلها على الناس، يعني الدنيا مش ناقصه، وانا بشوف ان في ناس يعني ما تزعلوش مني، يعني مهمتها تعقد الدنيا، تاخد القانون ما تديني عقد لك القانون ده شويه، فتروح معقده الدنيا اكتر، البلد مش ناقصه الناس اللي بتقعد تعقد الناس في عيشتها، اذا كنا احنا عايزين نعمل تراخيص للمحلات ده امر جيد جدا جدا، لكن نعقد الناس ونطلب منهم طلبات فوق اللازم، اعتقد ده امر لازم يبقى فيه كلام ولازم ينتهي تماما اليومين دول.